أربعة أشهر من الاحتجاجات والأعدامات في إيران وقضية بيت أصفهان تكشف أساليب تلفيق الاتهامات للمحتجين. وتداعيات أعدام أكبري تتوالى وبريطانيا تعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي. بعد تهديد أنقرة بعملية برية شمال سوريا واشنطن تجدد رفضها للتصعيد والنظام يرهن التطبيع بالانسحاب التركي. قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثي لا يؤمن بالسلام ويجهد كافة الحلول. نشرة لأهم الأنباء من الحدث، أهلا بكم. مع دخول الاحتجاجات في إيران شهرها الخامس، شهدت مناطق مختلفة في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات ليلية وترديد هتافات ورفع شعارات مناهضة للنظام. هذا وتتوالى أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بعد محاكمات سورية في محاولة منه لتخويف المحتجين ووقف تحركاتهم المستمرة منذ أشهر. آخر هذه الأحكام ما أصدره قضاء النظام الإيراني في القضية الغامضة والمعروفة باسم بيت أصفهان، والحكم على ثلاثة شبان وهم صالح مير هاشمي ومجيد يعقوبي وسعيد كاظمي. القضاء الإيراني حكم أيضا في هذه القضية بسجن لاعب الكرة السابق أمير ناصر أزاداني لمدة 26 عاما بصفته المتهم الرابع في القضية، حيث وجهت له تهمة الاشتراك في التجمعات غير القانونية بهدف الإخلال بأمن البلاد. هذا وعقدت جلسات المحاكمة لهؤلاء المتظاهرين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما عقدت خلف أبواب مغلقة، كما لم يتم نشر أي معلومات عنهم. ومع توالي ردود الفعل على أعدام إيران لعلي رضا أكبري، كشفت صحيفة التلغراف عن أن بريطانيا ستعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي الإيراني عقب أعدام مواطنها علي رضا أكبري والحامل الجنسية البريطانية والإيرانية، وفق ما ذكرته صحيفة التلغراف نقلا عن مصادر في وايت هول مركز السلطة السياسية في لندن. مصدر حكومي قال للصحيفة أن كل الخيارات على الطاولة مطروحة بعد عمليات الأعدام. مصادر الصحيفة أوضحت أيضا أن لندن كانت تتعامل مع تطورات الملف النووي الإيراني، ولكن الوضع اختلف بشكل لافت مع تغيير سلوك النظام الإيراني. المصدر الحكومي أكد أيضا أن العلاقات بين بريطانيا وإيران تشهد تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة يزيدها تعقيدا عملية إعدام علي أكبري. قطع التيار الكهربائي وأغلقت بعض محطات الوقود في إيران بسبب نقص البنزين، بالإضافة إلى انقطاع الغاز في مدن عدة. ومع استمرار أزمة الطاقة في إيران، لا تزال الدوائر والمدارس في مختلف المدن مغلقة، حيث أفادت آخر التوقعات بانقطاع الغاز المحلي في المزيد من المناطق الإيرانية هذا الأسبوع، فيما أعلنت المخابز أنها ستقلل عدد ساعات العمل في بعض المدن، وفي خراسان توقفت نصف المخابز عن العمل.
قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن بلاده سوف تتسلم عدداً من المقاتلات الروسية سوخوي 35 في نهاية مارس المقبل، حيث أكد العضو شهريار حيدري أن مقاتلات سوخوي 35 التي ستتسلمها إيران من روسيا ستضم أيضاً معدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع والصواريخ والمروحيات وطائرات هيلوكوبتر. وتعد المقاتلة الروسية سوخوي 35 من أقوى المقاتلات، فهي مجهزة برادار متقدم لديه القدرة على اكتشاف 30 هدفاً والاشتباك مع 8 أهداف في الوقت نفسه. يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن غداً حول آخر التطورات فيما يتعلق بالمساعي لتجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها. بالتزامن جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحذيره من الخطر الذي تشكله ميليشيا الحوثي على اليمن والمنطقة. بن مبارك وفي لقاءين منفصلين مع سفير فرنسا لدى اليمن والقائم بأعمال السفارة الروسية أضاف أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لتحقيق السلام، ولكن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام تجهد جميع الجهود التي تبذل لحل الأزمة. كما حمل وزير الخارجية اليمني الميليشيات الحوثية مسؤولية استمرار أزمة خزان النفط المتهالك صفر. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديمها تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار كدعم إنساني وغذائي لليمن. الوكالة أوضحت أن نحو 48 مليون من أصل المبلغ سيخصص لعدة قطاعات منها الصحة والمياه والإغاثة في 16 محافظة بالتعاون مع المنظمات المدنية. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أضافت أنها خصصت أكثر من 36 مليون دولار كدعم لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن. إلى تركيا وسوريا، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالان أن شن عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت. وقال في مؤتمر صحفي: نواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو، ولكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت بناء على مستوى التهديدات الواردة. من جانبه أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا. وأضاف المتحدث أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديد من تأثير شن أي هجوم على هدف محاربة تنظيم داعش. كذلك أوضح المتحدث أن الإدارة الأمريكية تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية. قال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن تحقيق التقارب الكامل مع تركيا يتطلب إنهاء أنقرة لوجودها العسكري في سوريا الذي وصفه بالاحتلال. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير خارجية النظام السوري مع نظيره الإيراني في العاصمة السورية دمشق. وأكد المقداد أن إمكانية عقد لقاء بين رئيس النظام بشار الأسد والقيادة التركية تعتمد على إزالة الخلافات. شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم في مهرجان الرماية للقوات المسلحة في إقليم النيل الأزرق، كما سيكون حاضرا على توقيع وثيقة الصلح بين مكونات النيل الأزرق ومجتمع الهوسا. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة للحدث العميد نبيل عبد الله إن المهرجان يرسل إشارات بوحدة الجيش مع الشعب ومساهماته في إعادة مزج النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأشار إلى تفاعل الجيش اجتماعياً في إقليم النيل الأزرق بمشاركته في مجهودات المصالحة الاجتماعية بين المكونات القبلية والتي تتوج بصلح بين القبائل بحضور القائد العام للقوات المسلحة.
أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5 استئناف اجتماعاتها اليوم الأحد 16 من يناير بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الصراعات الداخلية وحالة الجمود السياسي. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الذي سيعقد في سرتا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والهدف منها هو استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا وبحث أزمة الميليشيات. أعلنت سلطات الطيران النيبالية انتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت صباح اليوم في نيبال، وعلى متنها 72 شخصاً. وأضافت شركة الطيران في نيبال أن 15 أجنبياً من بين ركاب الطائرة المنكوبة هم 5 هنود و4 روس وكوريان جنوبيان وإيرلندي، وتتواصل عمليات الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة لانتشال باقي الضحايا. شهدت أغلب مدن أوكرانيا قصفاً روسياً مكثفاً استهدف البنى التحتية للطاقة وأدخل البلاد في الظلام مرة أخرى. وأعلن رئيس الأركان الأوكراني إسقاط 21 صاروخاً من أصل 33 أطلقتها روسيا على أهداف في مناطق مختلفة اليوم. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني إن الصواريخ الروسية كانت عبارة عن صواريخ كروز وأخرى أيضاً موجهة جو أرض. إلى ذلك أعلن وزير الطاقة الأوكراني انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف. قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي إن الضربات الروسية على محطات الطاقة في كييف وخاركيف فاقمت الوضع السيء، وأشار إلى أن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية والتصدي لها. كما أضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 صاروخاً من أصل 30 أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية، حيث شهدت مزيداً من العواصف والأمطار والثلوج، ما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي، كما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات جديدة ظهر اليوم. القوات الشرطية فرقت هذه التظاهرات بعد أن تجمعت في محطة باشدار. هناك بحث واضح بالشكل الوظيفي بالنسبة لهياكل الدولة. أعتقد أن هناك فيما يبدو وضع جديد من خلال المشاورات. الأمور ما زالت تراوح مكانها دون أي تقدم رغم كل المبادرات التي قدمت. الحديث عن مبادرة يجب أن يكون لهذه المبادرة هدف واضح ورئيس. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يصدر بيان يبين موقفه النهائي من هذه الوثيقة. هل هناك توافق بين الأحزاب السياسية على هذه الخطوة من حزب الأمة، أم ستبقى مرحلة الانسداد السياسي في المكون المدني مستمرة؟ الأزمة السياسية في السودان تطاول عمدها وأصبح الشعب السوداني يعاني كثيرا. الأزمة هي كبيرة ما في شك، وعندها مسببات كثيرة. إذا ظلت هذه الأحزاب عاجزة عن الوصول إلى التفاهمات، إلى أي منزلقات أخرى سينزلق السودان في هذه الحالة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول.
لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أربعة أشهر من الاحتجاجات والإعدامات في إيران وقضية بيت أصفهان تكشف أساليب تلفيق الاتهامات للمحتجين. وتداعيات أعدام أكبر تتوالى وبريطانيا تعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي. بعد تهديد أنقرة بعملية برية شمال سوريا واشنطن تجدد رفضها للتصعيد والنظام يرهن التطبيع بالانسحاب التركي. قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثي لا يؤمن بالسلام ويجهد كافة الحلول. أهلا بكم من جديد. مع دخول الاحتجاجات في إيران شهرها الخامس شهدت مناطق مختلفة في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات ليلية وترديد هتافات ورفع شعارات مناهضة للنظام. هذا وتتوالى أحكام الإعدام التي يصدرها النظام الإيراني بعد محاكمات سورية في محاولة منه لتخفيف المحتجين ووقف تحركاتهم المستمرة منذ أشهر. آخر هذه الأحكام ما أصدره قضاء النظام الإيراني في القضية الغامضة والمعروفة باسم بيت أصفهان والحكم على ثلاثة شبان وهم صالح مير هاشمي ومجيد يعقوبي وسعيد كاظمي. القضاء الإيراني حكم أيضا في هذه القضية بسجن لاعب الكرة السابق أمير نصر أزاداني لمدة 26 عاما بصفته المتهم الرابع في القضية، حيث وجهت له تهمة الاشتراك في التجمعات غير القانونية بهدف الإخلال بأمن البلاد. هذا وعقدت جلسات المحاكمات لهؤلاء المتظاهرين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما خلف أبواب مغلقة، كما لم يتم نشر أي معلومات عنهم. ومع توالي ردود الفعل على أعدام إيران لعلي رضا أكبر كشفت صحيفة التلغراف عن أن بريطانيا ستعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي الإيراني عقب أعدام مواطنها علي رضا أكبر الحامل للجنسية البريطانية والإيرانية. وفق ما ذكرته صحيفة التلغراف نقلا عن مصادر في وايت هول مركز السلطة السياسية في لندن، مصدر حكومي قال للصحيفة أن كل الخيارات على الطاولة مطروحة بعد عملية الإعدام. ومصادر الصحيفة أيضا أوضحت أن لندن كانت تتعامل مع تطورات الملف النووي الإيراني، ولكن الوضع اختلف بشكل لافت مع تغيير سلوك النظام الإيراني. المصدر الحكومي أكد أيضا أن العلاقات بين بريطانيا وإيران تشهد تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة يزيدها تعقيدا عملية إعدام علي أكبر. دق إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مسماراً آخر في نعش علاقات متوترة بين بريطانيا وإيران، توتر لم يكن وليد اللحظة،
لكنه بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي ولا يزال. ففي عام 1953 شاركت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة في الإطاحة بحكومة محمد مصدق وأعاد الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم. وفي 1980 أغلقت بريطانيا سفارتها في طهران. أما في 1994 اتهمت بريطانيا إيران بالتواصل مع الجيش الجمهوري الأيرلندي المحظور. وفي يونيو 2009 جمدت بريطانيا أصولا إيرانية بموجب عقوبات غربية مفروضة بسبب برنامج إيران النووي. وفي 2011 فرضت بريطانيا عقوبات مالية على إيران وأمرت جميع المؤسسات المالية البريطانية بوقف التعامل مع ناظراتها الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وفي أكتوبر 2022 فرضت بريطانيا عقوبات على 3 شخصيات عسكرية إيرانية وشركة لتصنيع المواد الدفاعية لتزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها لضرب أهداف في أوكرانيا. وفي يناير 2023 أعدم النظام الإيراني المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس. قضايا خلافية وملفات شائكة، توتر متصاعد على مر العقود لا يهدأ، تلك هي طبيعة العلاقة التي تفرق ولا تجمع بين لندن وطهران. عصام عبد السلام، الحدث. قطع التيار الكهربائي وأغلقت بعض محطات الوقود في إيران بسبب نقص البنزين، بالإضافة لانقطاع الغاز من عدة مدن. ومع استمرار أزمة الطاقة في إيران لا تزال الدوائر والمدارس في مختلف المدن مغلقة، حيث أفادت آخر التوقعات بانقطاع الغاز المحلي في المزيد من المناطق الإيرانية هذا الأسبوع، فيما أعلنت المخابز أنها في بعض المدن ستقلل عدد ساعات العمل، وفي خراسان توقفت نصف المخابز عن العمل. قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن بلاده سوف تتسلم عدداً من المقاتلات الروسية سوخوي 35 مع نهاية مارس المقبل، حيث أكد العضو شهريار حيدري أن مقاتلات سوخوي 35 التي ستستلمها إيران من روسيا ستضم أيضاً معدات عسكرية تشمل أنظمة الدفاع والصواريخ والمروحيات وطائرات الهيلوكوبتر. وتعد المقاتلة الروسية سوخوي 35 من أقوى المقاتلات، فهي مجهزة برادار متقدم لديه القدرة على اكتشاف 30 هدفاً والاشتباك مع 8 أهداف في الوقت نفسه. يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة بشأن اليمن غدا حول آخر التطورات فيما يتعلق بالمساعي لتجديد الهدنة المنقضية وتوسيعها. بالتزامن جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحذيره من الخطر الذي تشكله ميليشيا الحوثي على اليمن والمنطقة. بن مبارك وفي لقاءين منفصلين مع سفير فرنسا لدى اليمن والقائم بأعمال السفارة الروسية أضاف أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى لتحقيق السلام، ولكن حقيقة عدم وجود شريك يؤمن بالسلام تجهد جميع الجهود التي تبذل لحل الأزمة. كما حمل وزير الخارجية اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار أزمة خزان النفط المتهالك صافر. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديمها تمويلاً جديداً قيمته نحو 88 مليون دولار كدعم إنساني وغذائي لليمن. الوكالة أوضحت أن نحو 48 مليون من أصل المبلغ سيخصص لعدة قطاعات منها الصحة والمياه والإغاثة في 16 محافظة بالتعاون مع المنظمات المدنية. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أضافت أنها خصصت أكثر من 36 مليون دولار كدعم لبرنامج الأغذية العالمي لتمويل المساعدات الغذائية التي يقدمها في اليمن. أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالان أن شن عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت،
وقال في مؤتمر صحفي: نواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو، ولكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت بناء على مستوى التهديدات الواردة. من جانبه أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، وأضاف المتحدث أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة من تأثير شن أي هجوم على هدف محاربة تنظيم داعش. كذلك أوضح المتحدث أن الإدارة الأمريكية تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية. قال وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أن تحقيق التقارب الكامل مع تركيا يتطلب إنهاء أنقرة لوجودها العسكري في سوريا الذي وصفه بالاحتلال. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير خارجية النظام السوري مع نظيره الإيراني في العاصمة السورية دمشق. وأكد المقداد أن إمكانية عقد لقاء بين رئيس النظام بشار الأسد والقيادة التركية تعتمد على إزالة الخلافات. لا يمكن للحديث أن ينجح حول إقامة علاقات طبيعية دون إنهاء الاحتلال ودون إنهاء الإرهاب ودون إعادة العلاقات إلى المبادئ التي بنيت عليها أصلا. اللقاء بين سيادة الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على إزالة أسباب التي أدت إلى هذا الوضع وإلى الخلافات التي حلت مكان التوافقات التي بنيت عليها العلاقات السورية التركية سابقا. إلى السودان، شارك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم في مهرجان الرماية للقوات المسلحة في إقليم النيل الأزرق، كما سيكون حاضرا على توقيع وثيقة الصلح بين مكونات النيل الأزرق ومجتمع الهوسة. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة للحدث العميد نبيل عبد الله أن المهرجان يرسل إشارات بوحدة الجيش مع الشعب ومساهمته في إعادة مزج النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وأشار إلى تفاعل الجيش اجتماعيا في إقليم النيل الأزرق بمشاركته في مجهودات المصالحة الاجتماعية بين المكونات القبلية والتي تتوج بصلح بين القبائل بحضور القائد العام للقوات المسلحة. رجال الحروب والتخوف عدوهم يسرهم بشوفهم صدورهم حلال سواهم قدوف العروض وحدوف الندم ما تبقى ليش قدوف بلاه واحد ارجع شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مقابلة خاصة مع الحدث على أن الحكومة لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة. احنا الآن إجراءاتنا ما نسمح لأسلحة متوسطة وثقيلة موجودة، كأن تكون عند العشائر، كأن تكون عند جهات أخرى، ما نسمح. أما هذه إجراءات شو راح تنفذ يحتاج لها فترة طويلة على الأقل. الآن كمرحلة الأولى يجب أن نخلي مراكز المدن من هذه الأسلحة، ما مسموح، فقط يمكن السلاح اللي موجود هو السلاح الخفيف المسدس غيرها لحماية الشخصية، لكن لا نسمح بأسلحة غيرها. يجب أن تمسك الشريط الحدودي، تقريبا أكثر يجب أن يكون على الشريط الحدودي أكثر من 6000 شرطي موجودين من الخافر الحدودية، وأيضا هناك تنسيق لازم يكون الخط القوات البيشمركة خلف قطاعات الحدود حتى يتم الإسناد، يعني ضمن هذه المناطق النقاط راح تكون على الشريط الحدودي وخلفها قوات من البيشمركة. أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5 عن استئناف اجتماعاتها اليوم بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة الصراعات الداخلية وحالة الجمود السياسي. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الذي سيعقد في سرت المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والهدف منها هو استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا وبحث أزمة الميليشيات.
تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في 3 مدن رئيسية السبت احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي. نحن هنا وسط مدينة تل أبيب حيث نرى عشرات الآلاف من الإسرائيليين قد نزلوا إلى الشارع حيث يتظاهرون ضد ما يصفونه بانقلاب حكومة اليمين على النظام السياسي والقضائي في إسرائيل. يسعى نتنياهو إلى تمرير مشروع قانون لتوسيع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا على أن يكون 7 منهم من تعيين الحكومة، الأمر الذي يعطيها أغلبية تلقائية مطلقة، وهو ما وصفه المتظاهرون بالانقلاب. المظاهرة المناهضة لحكومة نتنياهو تحت عنوان نقاتل من أجل الديمقراطية وسط انتشار واسع للشرطة الإسرائيلية في ظل تعليمات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالتعامل بقوة وحزم مع متظاهري اليسار والمعارضة، وقد يكون النزول إلى الشارع بداية مواجهة بين المعسكرين وسط تحذير بعض الإسرائيليين من خطر نشوب حرب أهلية. لنا كلغاسي من تل أبيب الحدث. حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيس إسرائيل مسؤولية استمرار دوامة العنف في الضفة الغربية ووتيرة القتل المتسارعة، كما دعا لتوفير حماية دولية. كانت هذه السيارة تقل 3 من المقاتلين الفلسطينيين في بلدة جبع جنوب جنين قبل أن تقع في كمين محكم نصبته القوات الإسرائيلية. أمطرت السيارة بالرصاص فقتل 2 وأصيب 3، فيما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة شاب ثالث متأثرا بجراحه في مواجهات شهدتها جنين قبل أيام، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 12، منهم 7 من جنين. هاي الدوامة بتخلصش، يعني اليهود أو الاحتلال هو بيعمل هاي الحاجات وهو اللي بيوصل الناس للي هو فيها، وكل يوم الثاني في شهر، يعني مش بس عنا، امبارح في قباطي واللي قبله في جنين واللي قبله في نابلس واللي قبله في المخيم. مسيرات تشيع أصبحت بشكل شبه يومي تجوب المدن والقرى الفلسطينية، يطلق فيها مسلحون النار ويهتفون بالثأر والرد على العمليات الإسرائيلية التي تشهد تطورا نوعيا وكميا منذ بداية العام عبر اقتحامات وعمليات اغتيال مركزة، ويخشى الفلسطينيون أن تتصاعد هذه العمليات العسكرية مع تولي زعيم الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش مسؤولية إدارة شؤون الاحتلال في الضفة الغربية. خوف من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنا أقول أن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير أن يتخوفوا من ردة الشعب الفلسطيني. الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على شعبنا هي ذات وجه واحد وذات إجرام واحد، لا ترى إلى الدم الفلسطيني. إضافة للعمليات العسكرية المتسارعة، ترصد أيضا منذ بداية العام عمليات هدم المباني الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو القدس، والتي تشهد هي الأخرى تصاعدا ملحوظا. على بعد أمتار من مدينة رام الله تقع الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية للضفة الغربية، والتي أصبح يتولى مسؤوليتها الآن الوزير بتسلائيل سموتريتش، والذي إن كانت أفعاله ستشابه أقواله فسيكون الفلسطينيون أمام عام دموي أحمر. عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية. أعلنت سلطات الطيران النيبالية انتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت صباح اليوم في نيبال وعلى متنها 72 شخصا، وأضافت شركة الطيران في نيبال أن 15 أجنبيا من بين ركاب الطائرة المنكوبة هم 5 هنود و4 روس وكوريان جنوبيان وإيرلندي، وتتواصل عمليات الإنقاذ في موقع تحطم الطائرة لانتشال باقي الضحايا. إلى أوكرانيا، شهدت أغلب المدن قصفاً روسياً مكثفاً استهدف البنى التحتية للطاقة وأدخل البلاد في ظلام مرة أخرى. وأعلن رئيس الأركان الأوكراني إسقاط 21 صاروخاً من أصل 33 أطلقتها روسيا على أهداف في مناطق مختلفة اليوم. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني إن الصواريخ الروسية كانت عبارة عن صواريخ كروز وأخرى موجهة جو أرض. إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الأوكراني انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف.
قال الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي أن الضربات الروسية على محطات الطاقة في كييف وخاركيف فقمت الوضع السيء، وأشار إلى أن تسليح أوكرانيا هو السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية والتصدي لها. كما أضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 20 صاروخا من أصل 30 أطلقتها روسيا في الساعات الماضية. تخبرك سفارات الإنذار هذه عن سلسلة انفجارات تطال العاصمة كييف عقب ضربات صاروخية جديدة استهدفت بنا تحتية رئيسية وفق مسؤولين أوكران. هذا هو الوضع هنا. أما في شرق أوكرانيا فتقف مدينة سوليدار الصغيرة بين تأكيد روسيا السيطرة عليها ونفي أوكرانيا تلك المعلومات. وفي سيفريسك التي تقع على بعد 25 كيلومترا شمال سوليدار دوت أصوات المدفعية لتزيد مخاوف السكان من أن تكون الهدف التالي. أما في منطقة تشيركاسي فتعيش هي الأخرى على وقع تحذير حاكم المنطقة من احتمال وقوع هجوم صاروخي روسي كبير. الهجمات الروسية طالت ميكولايف حيث تم استهدافها 17 قاذفة روسية حسبما أفاد حاكم المنطقة، فيما تعرضت منطقة خاركيف في الشمال الشرقي أيضا لهجوم صاروخي. الضربات الروسية استهدفت كذلك منشآت حيوية في لفيف وفق مسؤولين أوكران، كما سجلت هجمات في الجنوب الأوكراني في منطقة زابوريجيا. نيران الحرب في أوكرانيا تشتد اشتعالا يوما بعد يوم، هجوم تلو الآخر فيما تحاول روسيا ومن خلال ترسانتها الحربية فرض سيطرتها على مناطق جديدة وتضييق الخناق على العاصمة كييف. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية، حيث شهدت مزيدا من العواصف والأمطار والثلوج، ما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي، كما أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا. التقت الحدث بالطفلة يقين ذات الست سنوات والتي استخدمها والدها القيادي التكفيري قبل عامين كدرع بشري أثناء مداهمات الجيش في محافظات شمال سيناء المصرية، وعندما أصيبت ألقاها والدها في بئر مهجور ليجدها أحد الأهالي ويسلمها لقوات الجيش. الزميلة رندا أبو العزم التقت بالطفلة يقين بعد مرور عامين من خضوعها لعمليات جراحية وإعادة تأهيل نفسي. نتابع. تعال يا أستاذ كوكو، تفضل. اسمك إيه؟ يقين. سافة اليقين؟ عسل. للوهلة الأولى قد تبدو يقين كأي طفلة في السادسة من عمرها تلهو وتلعب في حديقة الحيوان. اسمي عقلين. أهلي المسكلة. أيوة جيت المسكلة؟ من جابكم للمسكل؟ أبوكي؟ أبوي جابني لوحدي، كنت جحر. كان هذا حال يقين قبل عامين بعد أن استخدمها والدها القيادي التكفيري في شمال سيناء كدرع بشري أثناء مداهمات الجيش، فألقاها وتركها بعد إصابتها في بئر ليجدها أحد المواطنين ويسلمها للقوات المسلحة التي قامت برعايتها. وجدناها في حالة سيئة جدا، عملنا لها الإسعافات الأولية سريعة بحيث ان احنا نحافظ على حياتها، والاسعاف نقلتها المستشفى العريش العسكري علشان تتعالج وتتكفل بها جهاز الدوله المختص. يقين خضعت لسلسله من العمليات الجراحيه في احدى المستشفيات العسكريه اعقبها تاهيل نفسي مكثف. انا هقولك اول ما اصحى من النوم بجيب الفرشه بغسل وشي الاول، وبعدها بجيب الفرشه بغسل سناني كويس، بعرف اكتب اسمي برضه.
1 2 3 4 5 6 صح 6. قصة يقين ليست استثنائية، فهي واحدة من عشرات الأطفال الذين يقوم المتطرفون باستغلالهم، ويقوم الجيش بعد العثور عليهم بإنقاذهم وتأهيلهم للعيش والاندماج في المجتمع. بنحبك يا مصر، احنا اللي هنحافظ عليه، نبني مستقبلنا بيه، هنعلم. فبحسب التقرير 14 للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في العام الماضي، الذي أشار إلى انخفاض نشاط تنظيم بيت المقدس منذ عام 2019 في مصر بفضل عمليات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهود تنمية سيناء. بس انت بقى بتجري وبتلعبي دلوقتي وبتمشي حلو وكله صح؟ ده زمان كنت رجلي متطوره بس خفت؟ خفت. انا سمعت ان انت بتعرفي تقري قران. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه، ما القارعه وما ادراك ما القارعه. جهود اعطت الامل لاخرين مثل يقين، وحولت مصير ومسار حياه طفله تحلم الآن بأن تصبح طبيبة وسط مجتمع سوي. رند أبو العزم، الحدث، القاهرة. باي. منذ أسبوعين والجماهير الخليجية تتخذ من كورنيش شط العرب ساحة للاحتفالات والفعاليات. الأمطار وتوقف المباريات لم تمنع الجمهور الخليجي والعراقي من التمتع بهذه الأجواء الفنية والتي باتت السمة العامة في البصرة. سمر الكبيسي ينقل لنا أجواء الكورنيش من محافظة البصرة. منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل تزدحم زوايا الكورنيش بالقادمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العراقيين القادمين من محافظات العراق كافة. أحمد الرسام القادم من بغداد اتخذ من الكورنيش مرسما له. أنا من الحرية إن شاء الله، من بغداد. هنا أنا جيت يعني 3 أيام، أنا بودي أبقى كلها إن شاء الله يعني، بس ما أقدر لأنه موظف. فقمت يعني أرسم هنا على الشط العرب ونشارك أفراح أهل البصرة والإخوان الخليجيين. تحول هذا الشارع البصري إلى ساحة للاحتفالات والتجمعات تجسد شعار خليجنا واحد. هنا أعلام سعودية وأخرى كويتية وقطرية يتوسطها علم العراق. تصير هنا فعاليات كرة قدم، يجون شباب عندهم مواهب، في تجيني فرق موسيقية، يعني في شغلات حلوة هنا، حلوة جدا. والله ما نحس بغربة، كأننا بين أهلنا. حنا قاعدين نقول يا جماعة والله عندي مكان أنام فيه، قصب إلا تروح معاي إلا تجي معاي، شيء غريب عجيب. رغم الأجواء الممطرة وعدم وجود مباريات هذا اليوم في البصرة، إلا أن مئات الجماهير العراقية والخليجية لا زالت تتوافد على كورنيش شط العرب للمشاركة في هذا الكرنفال المستمر منذ أسبوعين. سامر الكبيسي، الحدث. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الحديث اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل لأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أديولوجيتي. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة، والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم،
أدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أربعة أشهر من الاحتجاجات والأعدامات في إيران وقضية بيت أصفهان تكشف أساليب تلفيق الاتهامات للمحتجين. وتداعيات أعدام أكبر تتوالى وبريطانيا تعيد النظر في موقفها من الاتفاق النووي. بعد تهديد أنقرة بعملية برية شمال سوريا واشنطن تجدد رفضها للتصعيد. والنظام يرهن التطبيع بالانسحاب التركي. قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن وزير الخارجية اليمني يؤكد أن الحوثي لا يؤمن بالسلام ويجهد كافة الحلول. نشرة لأهم الأنباء من الحدث، أهلا بكم. مع دخول الاحتجاجات في إيران شهرها الخامس، شهدت مناطق مختلفة في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجات ليلية وترديد هتافات ورفع شعارات مناهضة للنظام.